ضيفنا الثاني حاتم إدار. السلام عليكم ومرحبا بك معنا. مساء الخير عليكم، رمضان كريم بالصحة والسلامة إن شاء الله، كل ما كنتمنوا لكم ولكل المشاهدين الكرام وإذا لطيتم التقني، ويا رب إن شاء الله هذا رمضان يكون إن شاء الله فاتحة خير باش أمنا وهاد جائحة حيد إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله رمضان كريم حاتم. اليوم واش عندكم 20 ولا 21 في رمضان؟ لا 20، لا يوم 21. كيف راك مدوز هذا الصيام في رمضان؟ طبعا الحمد لله اللهم لك الحمد. يعني بيان سور الصيام في المغرب يكون احلى واحسن بالطقوس وبالظروف، ولو انك الجائحه ما كلمس انه في المغرب الحمد لله كتحسب الاجواء رمضانيه محضه، مي الظروف بيان سور ما سمحاش انه نكون في رمضان. في الاشاره ولتفسير انت متواجد حاليا في اسبانيا ياك؟ اسبانيا. نعم. كتلاقى شويه مع الجاليه، علما انك محبوب بزاف من طرف الجاليه المغربيه اللي متواجده في العالم، تبارك الله عليك حاتم. لا الحمد لله، يعني لانه المده اللي جلست مده شويه طويله، لانك كنمشي ونجي، كانت عندي زياره في شهر سعود تقريبا عائليه لاوروبا، ولكن الوالده تزاد على الحال، دينا غير باش انه دير واحد الكونترول وشدوها لانه تزاد على الحال، فهذا هو اللي خلانا انه نجلسوا هذه الايام هذه الشهور هنايا وكنمشيو ونجي. فالحمد لله هذه المده يعني تلاقيت بزاف مع اصدقاء مغاربه وفان وحباب، يعني الحمد لله اللهم لك الحمد. ما يكون بس عند الوالده حاتم، انا عارفه بان عندك واحد العلاقه سبيسيال مع الوالده. يعني انا كنشوف الوالده ديالي صاحبتي، يعني كل حاجه، يعني عندي واحد العلاقه كبيره مع الوالده ديالي لدرجه انه كنشوف انها هي نقطه الضعف ديالي. الله يخليها لك. شنو كتقول لك هي فيما يخص المسيره ديالك؟ واكيد اي واحد من الناس سواء اعلامي او فنان او ممثل او انسان مشهور، ما عرفتش بالنسبه لك بما انك عندك هذه العلاقه الوطيده مع الوالده، ما كيبغي يرضي الوالدين هما الاولين عن طريق الدعاء اولا، وثانيا اهداءات وكذوات. شنو اول حاجه شريتي ولا هديتي للوالده حاتم؟ وهما كادوات وإهداءات، ولكن هي أحسن حاجة أحسن كادو عندها أنه لما كنفاجئها كنقول لها هذا رمضان غتمشي دوزي عمرة، لأنه هي كتحمق أنه رمضان دوزو في الديار المقدسة. لكن هاد المرة الظروف لا الصحية ولا العالمية ما كتسمحش، من الحوايج اللي كيعجبوها أنه نفاجئها نقول لها شوف راه عندك واحد الشهير إن شاء الله غتمشي دوزي في العمرة. هذاك هو الحماق والحب ديالها الكبير. شفتي انت واخا تعطيها شنو ما عطيتيها غير دعوه من عندها سوى مال الدنيا. الا قلنا لك غني لها شي حاجه للام. لا تغني شي حاجه للام ديالك. ستي الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي، احنينا وفضلك تهبى يا رب يا امي، يا رب خليكي يا امي، يا ست الحبايب يا حبيبه يا حبيب حبيبه. صراحة كلمات جميلة، ونستغلوا الفرصة ونسلموا على جميع الأمهات المغربيات والمسلمات اللي كيضحيوا بزاف باش يربيوا ولادهم وكيتعذبوا بزاف هذا رمضان. اي ام مغربيه واقفه مع وليداتها ولا مع راجلها ولا مع عائلتها، برافو عليها وتحيه لها من هذا المنبر. صح. حاتم، ملي كتبغيت تخرج شي اغنيه شنو اللي كيكون عندك الهدف ديالك؟ الاغنيه هو انه اول شيء ندير واحد العمل باش نبقى متواجد، لانه الفن كنشوفو ابار انه يعني الخدمه ديالي، كنشوف واحد الروح واحد 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 الحاجه اللي ممكن كنلقى فيها راحتي اكثر، يعني بحال الحوت خرجتيها من الماء، يعني انا ممارستي للموسيقى كنحس باش راني كاين، لدرجه ان تاثرنا بزاف في هاد الظروف الاخيره ديال الكورونا، لانه كان الشغل يعني كان ما كانش كان نهائيا، كان يعني قليل بزاف، كانت اطلاق قليله، لهذا حسينا بالمجال الفني. فانا الموسيقى شي حاجه اللي مهمه بزاف عندي، يعني غذاء الروح ديالي انا اول شيء.
واخا هادشي فيما يخص الاغاني واصدار الاغاني، انا بغيت نتكلم لك على تايمينغ، الوقت المناسب والتاريخ بعد المرات المناسب والساعه المناسبه من اجل اصدار هاد الاغاني، واش كتلعب دور كبير وكترد لها البال نتايا حاتم؟ جدا، يعني بيان سور الانسان مزيان يختار التوقيت المناسب اللي غيصدر فيه العمل ديالو، خصوصا انه بعض المرات كتكون مثلا ظروف كتمر منها البشريه او الجمهور بصفه عامه مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي، فما كتكونش مواكب انه دير واحد العمل فني كيف ما كان في واحد الظروف اللي فريمون صعيبه. هذه من اهم الاشياء اللي كنشوف انه اختيار التوقيت هو شيء مهم جدا، واختيار الاعمال، لانه الاعمال قد ما كانت مزيانه قد ما كتبقى في السي في ديالك وكتعطيك واحد الصوره جميله جدا مع الجمهور. وحاتم إدارة، علاش كيعتمد كفنان واش على الصوت او على الذكاء او على الشكل او عليهم كاملين؟ وبالنسبه لي انا في هذه الظرفيه الحاليه كاملين مهمين، يعني الشكل والحضور والذكاء، ولا يعني هذه كلها كتعاون الصوت، ما تنساش الصوت. الصوت ديما حاضر، تبارك الله عليك حاتم. اكيد انا كنعرف ان عندك الموهبه ديال الفكاهه وعندك حس كوميدي كبير، واش ما عمرك ما فكرتي دير ستاند اب سكيتشات ولا دي كابسول كوميديا حاتم؟ هي في حقيقه هذه القضيه يعني مع الاصدقاء مع الحباب، ولكن انها تكون اوفيسيال كنشوفها صعيبه، لان تبارك الله عندها ناس اللي ممكن كيعطيو فيها اكثر كيف ما حنا كنعطيو في الموسيقى اكثر. ولكن ما فيها بس الانسان يجرب، ما تعرف تصدق. شي نهار نجربوها انا واسامه ان شاء الله نديرو شي حتى اسامه عنده حس فكاهي خطير. شي بركه وصافي. حاتم لا اسامه تبارك الله كيقول لك كضحك واتي وكيقول لك واحد البرود يعني بحال ما كاين. واخا حاتم ما سخيناش بك، خصنا ساعه من بعد الفطور نكملوها معك الصراحه، نخليوك الكلمه الاخيره. الله يعطيك الخير، الشكر لكم على هذه الاستضافه الكريمه، وتحياتي لكل المشاهدين الكرام. رمضان كريم بالصحه والسلامه ان شاء الله، وكل ما كتمنوا يا ربي ان شاء الله هذا الشهر يكون شهر الخير علينا كاملين، ويعم السلام ان شاء الله بلادنا دائما في الازدهار ان شاء الله يا ربي. شكرا حاتم، رمضان كريم مره اخرى وصحه في طرق.